تشاهدون في الحلقة القادمة من برنامج حضرموت في أسبوع. المجمع القضائي لمحكمة ونيابة القطن من مبنى للعدالة والقضاء إلى بيت أشباح. حملة مجتمعية للتوعية من خطر المخدرات وآثارها المدمرة للفرد والمجتمع. فعاليات متنوعة لأمن ساحل حضرموت تزامنا مع اليوم العالمي للدفاع المدني. رقصة الزربادي تراث قديم ابتكره الأجداد وحافظ عليه الأحفاد. حضرموت في أسبوع يأتيكم في الأوقات التالية.